عليكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة من ماليزيا. ماليزيا قصة فيها أمانة عجيبة، أمانة محتاجين نقوي قصص الأمانة، ومحتاجين نحكي كتير عن الأمانة. الأمانة 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 الأمانة، ونعليها ونقولها ونربي عليها أولادنا، وفي المدارس وفي الجامعات وفي الأشغال، والناس اللي هتتعين جديد في أي شركة لازم ياخدوا حصة أمانة ودرس أمانة، وخطباء الجمعة يكلمونا عن الأمانة، ووعاظ الكنائس يكلموا الناس عن الأمانة والأمانة، والإعلام يكلمنا عن الأمانة. محتاجين كلام كتير في الأمانة. يبدو إن ماليزيا عشان تنجح النجاح الاقتصادي الكبير اللي عملته أكيد كان عندهم درس جامد في الأمانة. اسمعوا القصة دي، قصة من ماليزيا. حاج ماليزي راح يحج، بيحكي لي القصة الدكتور أسامة البار. الدكتور أسامة البار محافظ مكة المكرمة، هو المحافظ محافظ العاصمة المقدسة. بيحكي لي الدكتور أسامة البار عن هذا الحاج الماليزي العجيب. هو راح يحج ضمن الفوج اللي جاي من ماليزيا، أول مرة يحج في حياته. راح بقى ولبس لبس الإحرام وعمل بقى، وراح وقف في عرفة ودعا وبكى، وبعدين نزل على مزدلفة، وبعدين راح بقى يلم الحصيات الجمرات الصغيرة اللي هيروح بيها يرمي فيها في الجمرات. فقعد يلم الحصيات وراح رجم، والحمد لله حجته وعملها الحمد لله وكله تمام، وقفل شنطه وخد بعضه والفوج راجع. رجع ماليزيا خلاص، الحمد لله الحج فلان رجع، الحج فلان رجع تمام. بيفتح شنطه وبيطلع بقى الحاجة، في وسط ما هو بيطلع الحاجة لقى حجر من الجمرات من اللي كان بيلمهم من مزدلفة موجود في وسط الهدوم. وقع بص كده، قال هذا الحجر من الأرض المقدسة، والحجر ده مش مفروض يكون مكانه هنا، الحجر ده المفروض يرجع تاني عند مكة. يا حد بيفكر كده؟ ده جه معايا غلط، الأمانة تقتضي إن أنا رجع الحجر ده لمكانه. حد عنده الأمانة دي يا جماعة؟ ده احنا بناخد الشريط والكتاب، نستلف كتاب وبناخد ده الحاجات الصغيرة يعني، ما بالك بالحاجات الكبيرة وما بنرجعهاش، وعادي يعني، وتحطه في المكتبة عندك وتقول ده كان بتاع فلان بس بسيطة يعني، والسلسلة من صاحبتها والإنسيال يعني. تخيل الراجل مسك الحجر، الحجر ده لازم يرجع مكانه. عمل إيه؟ أم كاتب جواب لمحافظ مكة المكرمة. عرفتوا ليه بقى الدكتور أسامة البار هو اللي بيحكي لي؟ أم كاتب جواب: وجدت هذا الحجر بالخطأ ضمن ملابسي، وتقتضي الأمانة أن أرد الحجر إلى مكانه. وأم كاتب الجواب وراح البوسطة وحط مع الحجر 100 ريال سعودي. فك راح عمل تغيير عملة وحط 100 ريال سعودي: إذا احتجتم أي مصاريف إدارية لنقل الحجر إلى مكانه في مزدلفة فقد قدمت هذا المال، لأن أنا المسؤول أصلا عن نقله. دكتور أرى الجواب، حجر و100 ريال، ولقى الراجل كاتب عنوانه تحت في حالة حدوث أي خطأ عنواني وتليفوني حيموت. أم كاتب له جواب: نشكرك من مكة المكرمة، أنت رجل أمين. وأم حطت له 100 ريال: سننقلها نحن ونشكرك وندعو لك على هذا العمل الجليل. إيه رأيك؟ حاجة حلوة مش كده؟ بيقول لي الدكتور أسامة البار، بيقول لي أنا بجهز من دلوقتي، لو جت فرصة إن إحنا ندعو الراجل دون لحج تاني هدعوه تاني. الخير ما بيضيعش أبداً، الخير بيجيب بسمة أمل. الأمانة كلها أمل وبسمة وخير وصلاح. مش قصة حلوة مش كده؟ كل واحد بقى يقلد في حياته إزاي يحافظ إنه يرجع كل حاجة لمكانها، ساعتها فعلا بسمة أمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.